سي خالد، اش واقع الوداد؟ اش واقع في الجمع العامد اللي دار البرناكي؟ ما غدوش على الهزيمه امام الحد السوالام، بداو بالجمع العام بالجمع العام. وغادي اش غادي نقول لك، انا بالنسبه ليا انا كنحمل المسؤوليه لهذا الجموع العامه ديال 4 سنين دات ساعتين ديال المكانه، ومن بعد جمع استثنائي ساعتين ديال المكانه، ومن بعد 81 منخرط، 81 منخرط كيصوت السي البرناكي رئيس البرناكي اللي كان كنت كنعتقد انه غادي يمشي في حالاته، ونقول له شكرا لانه تحملتي المسؤوليه واحد الشهرين او 3 شهور كمكتب مؤقت، ونشوفوا شي وجه معروف تسير، وجه غادي يعطي الاضافه، وجه عنده الصفه وعنده الهويه ديال المسير اللي غادي يعطي الاضافه، وغيعطي واحد البرنامج باش يعالج المشكل ديال الوداد البيضاوي، الوداد الرياضي، وداد الامه، وداد التاريخ، وداد المستعمر، وداد ايامات فرنسا، وداد ايامات الاستعمار، وداد اللي بغى با وبغى جدي الله يرحمهم، وداد اللي واخا يبقى فيها غير العساس غادي نبقاو كنبغيوها، واخا ما عرفاش يوقع عليها، واخا تخسر ب1000 ماشي مشكل، واخا تخسر ب10 واخا دير اللقب واخا ما ديش اللقب، حيدنا غادي نقول لك ما كنعيط ما نقول الشطابه والكراطه والطراكس والغربال والغربال باش غنشوفوا وجوه جديده، ولكن كنشوفوا الحزن، كنشوفوا الكآبه، وما كنشوفوا لا تغيير لا حتى شي حاجه. الجماهير الوداديه جد متأثر، الجماهير الودادية باقي فيهم الحال وغادي يبقى فيهم الحال، لأن الوداد اللي شرف الكرة المغربية و12 عام هو معذب شي ناس، 12 عام هو كيشرف الكرة المغربية في الدول العربية والإفريقية والخليجية، ما بغيناش في هذا المستوى، ما بغيناش في هذه النتائج، ما بغيناش يكون في هذه الحالة اللي عليها، ولكن كنحمل المسؤوليه هاد الناس هادو اللي كانوا كيتسخروا على النصير وباغيين يسيروا الوداد، هاد الناس اللي ما معروفينش في المغرب، هاد الناس اللي ما عرفناش واش عندهم شركات ولا مصانع، هاد الناس اللي باغيين يسيروا الوداد بدون برنامج، بدون تخطيط، بدون ما يوريونا اش غادي يديروا في الوداد باش غادي يصوتوا عليهم هاد 81 منخرط، كيفاش تصوتوا 81 منخرط على واحد الانسان اللي ما غير مفهوم مبهوم، ما غيعطي حتى شي اضافه، ما غيدير حتى شي حاجه في الوداد، والكارثه كما قلت العام اللي فات باللي ما غندير والو ما خدينا والو، هذا العام عاوتاني في البدايه ديالها بمجرد النتائج الهزيله والنتائج واعتقال السي الناصري قلت باللي ما غندير والو، والدليل العام انتم شفتوه، خرجنا من البطوله، خرجنا من العصبه، خرجنا من الكاس، كاس العرش ولينا كاس العرش كما كنقول كنا كنتمناو باش نمشيو يعني على الاقل حتى النهائي، على الاقل باش نخرجوا بكاس العرش، على الاقل نحموا وجه ديال هاد الجماهير الوداديه، باقين كنديروا في المشاكل وباقين كنديروا في العابات وتسير العشوائي تسير الاحادي، مشى الناصيري جا البرناكي جابوا لعابه كيجيبوا اللعابه وما كيدخلوهمش، جايبين لعابه تقريبا تبقات 10 دقائق 5 دقائق عاد مدخلينهم، كاين لعابه اللي ما لعبش تقريبا العام كامل مدخلينو ضد حد السوالم، ماشي انا كنقص واخا فرقه ديال الشوا كنقص، ولكن راه عيب باش تخسر معاه في البطوله وتخسر معاه في الكاس، اللعابه ما كاينينش، عيداتك من كاس العرش اللعابه ما كاينينش، اللعابه دون المستوى، واللعابه مشين ب 400 مليون ب 500 مليون ولعبوا بهذاك المستوى، ما يعرفوا يهزوا رجليهم، ما يعرفوا يشدوا الكره، ما يعرفوا يديروا الباس، باش غادي نقول لك بعيده عليهم الكره بزاف وبزاف، وما يستحقوش يهزوا ولا يلبسوا ولا يشدوا حتى ذاك القميص ولا يدخلوا حتى ملعب بن جلون ولا يسينيو حتى في الوداد ولا يقولوا بلي انه واحد العام لعبنا في الوداد راه كبيره عليهم، عيب وعار هذا الشيء اللي واقع في الوداد، هذه راه كارثه. والناس إلا ما جاونش الناس المسؤولين، الناس الغيورين، الناس اللي في المستوى في التسيير، والأطر اللي في المستوى، الأطر التقنية والمدربين، ولاد الفرقة ولا شي واحد اللي في المستوى، ما غاديش نزيدوا لقدام، وكما قلت عاوتاني مرة أخرى،
كل سنة كنا كنشوفوا 15 لعاب 13 لعاب وتا واحد ما كيلعب، والخزينة ديال الفريق الوداد هي اللي كتضيع. ما عاوتاني مشكل ديال المدرب، هذا الرئيس أربعة المدربين، جا هذا الرئيس وكما قال فاش جا فاش جا البلزاتي قلت لهم باللي شيخ الشيوخ ما غادي يعطي حتى شي حاجة، واش مدرب شادو زهايمر وما غيعطي حتى شي إضافة جايبينه بغا يمشي بحالته ما خلاوش، ها هو مشى بحالته خلى لنا واحد ما عنده لا كفاءة لا حتى شي حاجة، ما كيعرف لا يدخل لا تاكتيك لا الفرقة لا حتى شي حاجة. منخرط اللي مسوشين. ورغم ذلك بالنسبة للمنخرط كاتبين هما دايرين 81، وأنا أشكك وكنعاودها وكنقولها كنشك في هاد 81 اللي صوتات على البرناكي باش يكون رئيس، كنشكك في الناس اللي كانوا حاضرين، ولا يعقل خدمها في دماغك اي واحد غادي يقول ديال الجمعة العامة ما دارتش، والجمع باش يكون على الاقل فيه واحد النهار ولا يومين ولا ثلاث ايام، لانه بالنسبة لي انا خصو يكون هكا، داروا فيه ساعتين ديال المكانة الجمعة العامة، صوبوا كل شيء، قادوا كل شيء، اتفقوا على كل شيء باللي البرناكي هو اللي غادي يكمل العام. واش غادي نقول لك حسبي الله ونعم الوكيل بهاد الناس؟ قزموا الوداد، فضحوا الوداد، طيحوا من قيمة الوداد، ولكن رغم ذلك كنقول الله كبير، الجماهير موجودة، مشجعين ديال الوداد، الغيورين إن شاء الله، كنتمنى الخير لفريق الوداد، كنتمنى واحد الإقلاع، كنتمنى رجوع لفريق الوداد لسكة الانتصارات، لسكة الألقاب، لأنه هذا الشيء كيألم، هذا الشيء كيبكي، هذا الشيء كيحزن. اي جمهور واي واحد كيبغي فريق الوداد الا باش وقع لكم معاه، وما غادا الواقع، الواقع ما وقعش مع حد السوالم، الواقع وقع من بدايه الموسم منذ اعتقال السي الناصيري، والكوارث كانت هذاك في البدايه ديال الموسم، خسرنا مع الفتح في الدار البيضاء في البطوله، خسرنا مع حد السوالم، خسرنا مع طنجه كما كتشوفوا، خصنا عاوتاني مع حد السوالم عاوتاني في الكاس، هذا كيبين بلي ان اللعابه حتى واحد ما صالح في الوداد، بلي تقريبا اللعابه اكثر من يلا يصلح فيهم واحد اللعاب ولا جوج، والباقي الموش الطابق والكراطة والطراكس، واش غادي نقول لك الغربال، لان الوداد كبير على هذه المهزله وكبير على هذا المستوى، وما يمكنش اننا نبقاو ساكتين، ما يمكنش انه نشوفوا الوداد بهذا المستوى وبهذا النتائج وغنبقاو ساكتين، غادي نحارب ان شاء الله وغادي نبقى كنهضر، ومن حقي كودادي انني نهضر على الفريق، الفريق اللي كنت كنبغيه وبغاه الوالد الله يرحمه وبغاه جدي الله يرحمه، غادي نناضل حتى يتنقى البيت الودادي، حتى يوليو فيه الناس شرفاء، الناس اللي باغي الخير الوداد. وكنقول لبعض اللاعبين القدماء، عزيز عليكم الهضره في المواقع، عزيز عليكم الهضره في القهاوي، ولكن في الواقع على ارض الواقع ما دارت والو، ما عطات حتى شي فائده للوداد، الوقيته اللي كان الناصيري كاع ما كنتو كتجيو لا الجموع لا كتحضروا اللقاءات لا حتى شي حاجه، حتى مشى الناصيري عاد تميتو جايين، هذا كيدل على كون كنتو قادرين باش تهضروا وتقولوا الحقيقه واش واقع في الوداد، كون جيتوا يامات الناصيري وهضرتوا يامات الناصيري، ماشي تمشى الناصيري عاد بديتو كتهضروا. شكرا سي خالد.